العجله شكل ابعاد مواصفات هندسيه وحالات السطوح اذا لابد من انجاز سير الصنع لتحقيق هذا الوثيقه إذا نستنتج سير الصنع انطلاقا من المعطيات التي تكلمت عليها من قبل اللي هي الشكل الأبعاد والمواصفات إذا من جدول الإجبارات وجدول المستويات نستنتج العمليات عفوا نستنتج المراحل التي تنجز فيها هذا القطعة إذا بالنسبة للمراحل عندنا المرحلة المئة وهي مرحلة خاصة بمراقبة الخام تنجز هذه المراقبة في منصب أو في ورشة المراقبة إذا لا لابد من التأكد بأن هذا الخام قادر على إعطاء هذه العجلة المسننه او هذا القطعه رقم 25 بالنسبه للمرحله 200 العمليات التي تنجز فيها هي انجاز السطح 8 و9 ويكون في منصب الخراطه في المرحله 300 ودائما على منصب الخراطه نقوم بإنجاز السطح واحد واثنين ثلاثة أربعة. بالنسبة للمرحلة ربعمية وهي مرحلة نقر على آلة أو في منصب النقر نقوم بإنجاز المجرى خمسة ستة سبعة. في المرحلة خمسمية وهو إنجاز السطح عشرة ليكون في منصب التفريز في نحت الاسنان. والمرحله 600 هي مراقبه نهائيه لتكون في ورشه المراقبه بحيث نتاكد بان القطعه صحيحه، معناه حصلنا على القطعه او على على المواصفات التي طلبناها في الرسم التعريفي. إذا لإنجاز عقد المرحلة لابد باش يكون عندنا أو لابد من معرفة الفرضيات الخاصة بالصنع إذا هنا تكون العجلة المسننة رقم خمسة وعشرين تحصلنا عليها عن طريق الحدادة من مادة سي خمسة وثلاثين السمك الاضافي للصنع يقدر ب 2 ملم بالنسبه لسلسله سلسله سلسله الانتاج او الانجاز هي سلسله صغيره متمثله في 50 قطعه شهريا لمده سنتين قابله للتجديد بالنسبه للورشات ان الورشات مجهزه بالالات العاديه والنصف اوتوماتيكيه او الاوتوماتيكيه وذات تحكم عددي للسلسله الصغيره اذا لانجاز عقد المرحله بخاص بهذه المجموعه لابد من رسم المرحله او رسم القطعه في نهايه المرحله او كيف تكون عند الانتهاء من صنعها في هذه المرحلة ثم نبين الوضعية الإيزوستاتية وأبعاد الصنع اللازمة لتحقيق هذه السطوح وعندنا كذلك تشمل هذا القطعة الوثيقة عفوا معلومات الصنع خاصة بالعمليات وعناصر القطع وأدوات القطع والمراقبة إذن الوثيقه اللي راهي امامكم لهنا فيها الجزء الاعلى او العلوي عفوا خاص ب شروط او خاص بالتصنيع اذا عندنا رقم المرحله المنصب الاله المجموعه اذا هذه كلها عناصر خاصه بالتصنيع في الجزء الثاني اللي في الوسط هنا راح يشمل رسم المرحله بجميع المعطيات ثم عندنا الثلث اللي راح في الاسفل اذا هنا راح نشوف العمليات التي ننجزها وشروط القطع اللي تتمثل في السرعه والاختراق وسرعه القطع والتغذيه بالنسبه للادوات راح نشوفوا الادوات القطع والمراقبه إذا بالنسبة للجزء الأول إذا عندنا رقم المرحلة هي المرحلة ميتين كما شفناه في جدول سير الصنع بالنسبة للمنصب هو منصب خراطة الآلة هي آلة آلة خراطة متوازية بالنسبه للمعلومات الخاصه بالقطعه اذا المجموعه الموجوده فيها القطعه هي نظام الجر للملفاف العجله المسننه 25 هي القطعه ماده الصنع هي سي 35 السلسله صغيره بالنسبه للتركيب هنا راح نستعمل التركيب في الهواء لان القطعه ذات يعني بعد طول قصير وقطر كبير يعني مقارنة بالطول في رسم المرحلة إذا أول شيء نقوم برسم القطعة عند نهاية المرحلة و نقوم برسم السطوح التي تشغل في هذه المرحله بالخط السميك لاحظنا هنا السطح رقم ثمانيه والسطح رقم تسعه ثم نمثل الوضعيه الايزوستاتيه اذا هنا منصب خراطه عندنا تركيب قصير لماذا لان قطر القطعه اكبر من طولها اذا راح يكون عندنا اسناد مستوي ممثل بالنواظم واحد اثنين ثلاثه يلغي ثلاث درجات للحريه وتركيز قصير ربع الممثل بالنواظم ربعة وخمسه تلغي درجتين للحريه ثم لعمليه القطع لابد من عمليه حصر القطعه على هذا المساند بعد تمثيل الوضعيه الايزوستاتيه نقوم بوضع ابعاد الصنع الخاصه بانجاز السطوح فبالنسبه للسطح ثمانية عندنا بعد الصنع هو سي اف بعد الصنع هو سي اف بالنسبه ل انجاز السطح رقم تسعة بعد السطح هو 2 سي اف 2 اذا وهذا القيم راح نشوفها على الرسم التعريفي اذا هذا القيم سي اف 1 و2 سي اف 2 نستخلصها من او نستنتجها من الرسم التعريفي اما بالتحويل المباشر او اذا كانت للا القيمه ماهيش موجوده في الرسم التعريفي نقوم بتحويل الابعاد حتى نتمكن من ايجاد قيمه هذا سي اف واحد و 2 سي اف ثم نمثل الادوات في وضعيه التشغيل اذا لتشغيل السطح رقم ثمانيه في الاستعداد نستعمل هذا الأداة اللي هي أداة خرط مائلة ب 45 درجة حركة التغذية تكون عرضية بالنسبة لأدوات القطع أن الأداة رقم واحد هي أداة تسوية إذا بحركة قطع م أ حركة عرضية لإنجاز السطح 8 وبالنسبة للأداة اثنين هي أداة سكين للخرط الطولي بحركة تغذية M A إذا هذا هو الجزء الثاني، بالنسبة للجزء الثالث وهي الجدول الذي يحمل فيه المعلومات الخاصة بعمليات التصنيع. وعناصر القطع والادوات العمليه 201 هي عمليه تسويه لسطح ثمانية في الاستقراب بعد الصنع سي اف اي يساوي 36.5 سرعه القطع مستنتجه من جداول السرعات ان اللي نستخرجها او نتوصل لها بالمعادله ميل في سي سور F دي اف هي التغذيه و من سرعه الدوران والتغذيه نتحصل على سرعه التغذيه في اف تساوي 30 وعندنا عمق التمريره يساوي 1.5 اذا في تمريره واحده الاداه المستعمله هي اداه تسويه في العمليه 202 هي تسويه 8 في انهاء بـ سي اف ان يساوي 36 زائد ناقص صفر واحد سرعة القطع 120 اذا وهنا نستنتج بنفس الطريقة قيم سرعة الدوران هنا التغذية تكون بصفر فاصل صفر خمسة نستخرج سرعة التغذية والاختراق يكون بصفر فاصل خمسة مليمتر بنفس الأداة وبنسبه بنفس أداة القطع وأداة المراقبة. العملية 203 نمر للخرط الطولي للسطح رقم 9 في الاستقراب سي اف 3 يساوي 84.5 إذا هنا ما نبدلش خصائص القطع اللي هي سرعة القطع و الاختراق يكون هنا 0.1 والتغذية تكون 0.1 والاختراق ب 1.5 ثم نقوم بعمليه الانهاء بالخرط الطولي بنفس الخصائص اذا سرعه القطع 120 والتغذيه 0.05 وبعمق تمريره يساوي 0.5 باداه سكين وبمعيار للمراقبه اذا هذا الاجزاء الثلاثه هم اللي يكونوا وثيقه عقد المرحله المتكونه من هذا كل المعلومات موجوده بداخلها وهكذا يمكننا انجاز هذه القطعه بتطبيق هذا الشروط على القطعه إذا نصل إلى نهاية هذا الدرس نتمنى لكم التوفيق ونضرب لكم موعدا في دروس أخرى فإلى ذلكم الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.